من بين الرسائل اللي كيوصلوني بزاف في التعليقات وبشكل يومي، يعني واحد العدد كبير، هو وصفة ديال التجاعيد. انا البنات غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي ما يمكنش انك تستعمليها وتبقاي تعاني من التجاعيد، او الوجه ديالك يبقى مترهل. هذه الوصفة من اسهل ومن ابسط الوصفات، واللي هي زيت الزيتون والقرنفل. صدقيني ان التجاعيد كلها غادا تزول وغادا تختفي بمجرد ما غتستعملي هذه الوصفة. فهي كتجبد الوجه يعني بحال البوتوكس، كتعمل على يعني شد البشرة بواحد الطريقة رهيبة، كتخلي البشرة ديالك مجبدة. واللي شافتك غتسولك على السر. السر البنات سهل وبسيط، وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله في هذه الوصفه هذه. بما انكم كتطلبوا مني بزاف يعني هذه الوصفه، فغادي نشاركها معكم. تبعوا معايا هذه الوصفه، والله يا اختي شي تكميشه ما تبقى لك في البشره ديالك بعد الوصفه اللي غادي نعطيك. وصفه كتعطي النضاره، كتقضي على البقع، كتجبد الوجه، يعني غترجعك بنت 16 عام حتى ولو كنتي تجاوزتي ال40. يعني وصفه سهله وبسيطه بزاف بزاف. تبعوا معايا الوصفه وغادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون، اللي هو واحد المكون غني عن التعريف ومن اروع المكونات، اللي عندها واحد الفعاليه كبيره بالنسبه لشد البشره. هذا المكون هو القرنفل. كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا لواحد الملعقه كبيره ديال القرنفل، راه تيتباع عند العطار، موجود في الدول العربيه بالنسبه يعني المتتبعات اللي تيتبعوني من الدول العربيه. فالقرنفل موجود عندكم يعني متوفر. فغتاخدوا ملعقه كبيره في واحد الاناء او في واحد الكاسرونه، غادي نوضعوا هذا القرنفل ديالنا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا القرنفل بحثوا عليه في جوجل، يعني قبل ما تستعملوا هذه الوصفه بحثوا عليه في جوجل وشوفوا المنافع ديالو وشوفوا الفوائد ديالو بالنسبه للبشره. وهذه الوصفه عن تجربه غادي نتقاسمها معاكم. المهم غير ما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم، عافاكم انا مزاوقه فيكم. لما خليو لي داك اللايك الله يحفظكم، راه هو باش كتشجعوني، هو باش كيطلع التفاعل شويه. بما ان هاد الايامات التفاعل طايح، فباللايكات ديالكم هو باش كتشجعوني، كديروا لي شويه ديال التحفيز والفيديو كيشوفوه ناس اخرين. فما تبخلوش عليا بداك اللايك، الله يعطيكم صحيحتكم والله يعطيكم ان شاء الله مناوي في خاطركم. داك القرنفل كنزيدوا عليه كاس كبير ديال الماء كيما شفتوا معايا، وغادي نديروه على النار. كتخليوه يطبخ مزيان داك القرنفل كيما كتشوفوا معايا، يطبخ مزيان حتى تيتغير اللون ديال الماء كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله التتيمه. هنا غادي ناخذ واحد الصفايه نصفيو هذاك القرنفل، يعني غنحيدوا القرنفل خلاص، راه طلق لينا المنافع ديالو. وغادي ناخذ غير الماء ديالو كما كتشوفوا معايا. الوصفه سهله وبسيطه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وقبل ما تستعملوا هذه الوصفه، اللي بغيت نقول لكم هو ضروري ديروا واحد الصوره للوجه ديالكم، يعني قبل ما تستعملوا هذه الوصفه وبعد ما تستعملوها مده اسبوع. مده اسبوع عاودوا ديروا واحد الصوره للبشره ديالكم وشوفوا وجهكم قبل وبعد كيفاش النتيجه، يعني نتيجه رائعه بكل معنى الكلمه. يعني الوجه ديالك انت غتصدمي في البشره ديالك كيفاش غادي تولي. هنا من بعد ما صفيت هذاك الماء ديال القرنفل، غادي ناخذ اللبان ذكر، راه موجود تيتباع عند العطار، فين ما مشيتو غادي تلقاوه. خذوا غير شي مكان اللي يكون موثوق فيه، يعني تعرفوا انه مزيان، لان راه كاين المغشوش من طبيعه الحال. بالنسبه هنا للكميه، مع هاد الكميه اللي عطيتكم دابا كما كتشوفوا معايا، المهم حنا درنا كاس كبير ديال الماء. ملي تيغلى راه تينقص الماء كما كتشوفوا معايا، ما بقاش كاس عامر. وهو سخون، ملي تصفيه هو سخون، يعني متخلوش يبرد. تضيفوا عليه ملعقه صغيره ديال اللبان الذكر كما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للبان الذكر راه تيجبد الوجه، كيعطي للبشره النضاره، كذلك كيوحد اللون ديال البشره وتيحيد ليطاشه البنات. يعني زوين بزاف اللبان الذكر الا بغيتي تهلاي في البشره ديالك، بغيتي تهلاي في وجهك، بغيتي وجهك ما يعرفش انه ما يعرفش شنو هي الشيخوخه، ما يبانوش فيه تجاعيد، البشره ديالك تبقى مجبده، ديري هذه الوصفه اللي فيها هذه المكونات هذو، وصدقيني انك غترجعي تشكريني عليها. درنا ملعقه صغيره ديال لبان الذكر، كنخلطوها مزيان وكنغطيو هاد الماء، كنخليوه لمده ليله كامله، يعني تخليه حتى لغدا. الا حضرتيه مثلا اليوم غتغطيه وتخليه حتى اليوم الثاني. غطيه بالبلاستيك غذائي ولا بشي طبصيل ولا بشي زلافه، المهم باش ما كان غادي تغطيه بحال هكا ضروري تغطيه وخليه حتى لغدا،
لغدا ليه عاد، باش غادي تصفيه او باش غادي تستعمليه عفوا. المهم انا غنخليه وغادي نرجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله حتى تما، وتشوفوا معايا كيفاش غتستعملوا الوصفة وشنو المكونات اللي غنضيفوا عليها من بعد. هنا من بعد ما مرت ليله كامله كما كتشوفوا معايا، داك اللبان الذكر راه تيذوب، يعني تيذوب مع هذا الماء، كيبقى يبقاو شي طريفات صغارين ولكن راه تيذوب. المهم هنا غادي ناخدو زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا، يعني حتى الغدا ليه كتاخدو زيت الزيتون. وغادي نضيفو واحد الملعقه صغيره ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بزيت اللوز، ممكن تعوضوه بزيت الارغان، او ممكن تعوضوه باي زيت كتستعملوه للبشره ديالكم. المهم غادي نخلطوا المكونات مزيان، وهنا غنجيب واحد سبراي اللي هو اللي غنبقاو باش يعني نديروا فيه هاد المكونات، يعني هاد الماء، وغتبقاو ترشوه على البشره ديالكم. هاد السبراي ضروري يعني ملي كتبغي تستعمليه، انا غنهضر لكم على الطريقه كيفاش غادي تستعملوه، لان الطريقه مهمه بزاف باش الوصفه تعطي واحد الغيزيرتا. فالطريقه هو انك كتغسلي وجهك مزيان في العشيه، يعني في العشيه يعني قبل ما تنعسي كتغسلي وجهك مزيان، تتنظفي من المكياج الا كنتي كديري المكياج، كتستعملي الفندوطه بزاف داكشي، فكتنظفي البشره ديالك باش دوك المسامات كيكونوا نقيين. غسلي وجهك مزيان ونشفي البشره ديالك، من بعد غتاخدي هاد السبراي اللي غتكوني موجده في هاد الوصفه هادي بطبيعه الحال، وغتحطيها في الثلاجه، يعني هاد الوصفه غديريها في الباب ديال الثلاجه، وغتبقاي ملي تغسلي البشره ديالك وتنشفيها غترشي هذا على البشره ديالك، يعني هاد الماء ترشيه على البشره ديالك هاد السبراي مزيان، وغتخلي وجهك حتى ينشف ليك عادي، يعني غترشيه غيفزق مزيان ولكن غتخليه حتى كينشف ليك، وكتباتي بهاد كتباتي بها، يعني هو الوجه غينشف عادي بحال رشيتي بالماء وغينشف هذاك الماء عادي، وغتباتي به، غتستعمليه كل ليله، غتستعمليه لمده اسبوع وردي عليا الخبر. ففي الصباح غديري لي كخو ديالك عادي، وهاد الوصفه غديريها في الليل. بغيتي تستعمليه جوج مرات في النهار راه ممكن، تستعمليه مثلا في الصباح تغسلي وجهك مزيان وتستعمليها، ولكن تكوني غير في الدار يعني ما كتخرجيش برا. مهم هذه هي الوصفه كما كتشوفوا معايا، ديروها مثلا في الصباح وخليوها تتنشف، ولكن غير تكونوا في الدار يعني ما كتخرجوش للشمس، وتستعملوها يعني قبل النوم يعني في الليل. ممتازه ومن اروع الوصفات اللي غادي تجربوهم، يعني كتعطي واحد الشد، كتعطي واحد ليكلا، كتعطي واحد النضاره، كذلك كتوحد اللون ديال البشره، كتقضي على ليطاج، على الاثار ديال الحبوب، دوك التصبغات اللي كتكون في البشره، دوك البقع البنيه، يعني اي حاجه كتحيدها البنات. المشكل ديال الهالات السوداء اللي كيكونوا تحت العينين، تيكون ديك الزروقيه بزاف، داك اللون كيولي ميل داك البني الغامق تحت العينين، فهاد الوصفه كتعطي التفتيح، كتعطي النضاره، تتقضي على الهالات، يعني زوينه بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها لانها رائعه بكل معنى الكلمه، يعني شي حاجه اللي طوب، وجربوها غتعجبكم بزاف. ولا بغيتو تسولوني على شي حاجه مرحبا، خليوا لي في التعليقات. بطبيعه الحال هذا السبراي هذا غديروه في الثلاجه كيبقى اسبوع سيمانه وانت كتستعمليه، ما يخسر فيه والو، استعملوه غير ملي تجبدي غترشي على الوجه ديالك، وغتعاودي تردي الثلاجه عادي، يعني ما تخرجيش برا، تخليه واحد المده غترشي وتحلي الثلاجه، ترشي على الوجه ديالك وترديه، وفي امان الله.